فخلينا نشوف شو بتحكي هالقاعدة. هي قاعدة مقارنة، يعني لما بدي أقارن شغلتين في بعض أو شغلة، يعني بدي أقارن عنصرين في بعض أو عنصر واحد في مجموعة، فيا بدي أقارن أنه بدي يكون هو أكثر أو بدي يكون أقل أو بدهم يكونوا نفس الشيء. فأول شيء خلينا نبلش بكلمة as. as معناها نفس الشيء. فعندكم الصورة اللي ظاهرة أمامكم فيها هدول القلمين، هم هدول نفس الطول. كيف بدي أحكي بالإنجليزي إنه هدول القلمين إلهم نفس الطول؟ بحكي the blue pen، القلم الأزرق، يعني is as tall as. tall معناها طول. الصفة بتيجي بين تنتين من الاز. لما احكي as tall as يعني انا بحكي انهم نفس الطول. وانتبهوا انه الاز هون هي فقط از مش از نات. لما انا احكي از اذا انا بوافق انهم نفس الطول. the blue pen is as tall as the black one، يعني القلم الازرق نفس طول القلم الاسود. فلما يكون في عندي as صفة، as هاي صفة، معناها هدول لهم نفس الطول. ولم انتبهوا انه الاز هي مثبتة وليس منفية. بينما لو نيجي على المثال الثاني، هاي بناحية الاثبات، بس من ناحية النفي نيجاتيف، يعني بنصير نحكي the blue pen، القلم الازرق، is not. انتبهوا على is not، صارت is not. لما اجت النات هي بتنفي انهم نفس الطول، بتحكي هدول مش زي طول بعض. is not as tall as the pink one، اللي هي مبين عندكم على الشاشة القلم الأزرق والقلم الزهري مش زي طول بعض. ف they are is not، هم is not as tall as، بس ضلت الصفة زي ما هي، الصيغة زي ما هي as as، وبينهم صفة. الفرق انه من نحط is not. فهاي بالنسبة لقاعدة as. نيجي على القاعدة الثانية في المقارنة، واللي هي إن نحط صفة قصيرة ونضيف لها er than. وهاي القاعدة تستخدم لما نقارن عنصرين مع بعض. طبعا هدول كمان لما نقارن عنصرين مع بعض، بس عنصرين مش عنصر مع مجموعة، فقط عنصرين مع بعض. فمنشوف زي ما احنا شايفين عنا بالشاشة، في عنا ثلاث أقلام، في عنا واحد فيهم الأطول واحد اللي هو أحمر، والثاني براون بني، والثالث بينك اللي هو بينك معناها زهري. فعنا كلهم عندهم أسعار مختلفة، زي ما احنا شايفين البينك واحد دولار، البني 2 دولار، والأحمر 3 دولار، وكلهم أطوالهم مختلفة. فخلينا نشوف the red pencil، يعني القلم الأحمر is taller than. شوفوا tall، هاي الصفة tall، ضفنا لها er than. the red pencil is، بثبت يعني أنا كمان ما بنفي ما بنكر، بوافق taller than، أطول من the brown pencil، أطول من القلم البني. معناها القلم الأحمر أطول من القلم البني. أما إذا بدي أحكي إنه القلم الأحمر مش أطول من القلم البني، بقدر أحكي بطريقة the red pencil is not، بقدر أحكي is not taller than the brown pencil، وهاي جملة صحيحة. بس الأصح إني أحكي the brown pencil، يعني القلم البني، is shorter than، برضوش is مثبتة، shorter than معناها أقصر، the red one من القلم الأحمر. بس على فرض أنك أنت ما بتعرف معنى كلمة أقصر، فشو بدك تتصرف هون عشان تنفيها؟ بتروح بتحط not، هيك انتفت the red pencil is not taller than the brown pencil. بس هاي ضعيفة مقارنة بها، يعني هاي تفضل، هاي المفضلة، هاي جملة صحيحة 100%. فهاي بالنسبة للصفة القصيرة. هلأ في عنا صفة طويلة more than، نفس الصفة هاي، بس في عنا نوعين من الصفات احنا في الانجليزي، صفة طويلة وصفة قصيرة. فمثلا كلمة expensive بالنسبة للسعر تعتبر صفة طويلة، كلمة طويلة يعني.
أما tall كلمة قصيرة فبقدر أحط لها ER بتصيرش أطول، بس لما نحط expensive نحط لها ER بتصير expensiver، يعني إشي كثير طويل وهي غلط. هاي ما في إشي اسمه بالإنجليزي expensiver. فعشان يتجاوزوا هاي المشكلة ويعرفوا يقارنوا مين الأغلى ومين الأرخص، حطوا more than، بدل ما نحط ER منحط more، فبتصير the red pencil القلم الأحمر is more expensive. يعني طبعا انتبهوا انه الصفة هي بتيجي بعد more مش قبل more. هلأ الاي ار كانت تيجي بعد الصفة. The red pencil is more expensive than the brown one. اذا than بتضلها موجودة، وهاي كمان بتكون عنصرين، عنصرين بنقارنهم في بعض وبنحكي عنهم. واذا بدنا ننفيها شو بنحكي؟ نحكي the red pencil is not more expensive than the brown one، وهي جملة صحيحة. بس الأصح زي ما حكينا أنا نستخدم إن دائما نستخدمها بالبوزيتيف، يعني نحكي the brown one is cheaper than. هلأ cheap تعتبر صفة قصيرة فمنحط لها ER، فمنحكي is cheaper than، مش منحكي is more cheap than، is cheaper than the brown the red one. خلينا نيجي على the least. the least معناها الأقل، وهي تقارن على مجموعة، عنصر بمجموعة. حكينا كلهم هدول عنصرين مع بعض، هنا عنصر في مجموعة، عنصر بالنسبة لمجموعة. يعني أنا في عندي ثلاث أقلام، مجموعة أقلام مش بس قلمين، عندي مجموعة أقلام، فبدي أحكي إنه مين فيهم أرخص واحد. فبحكي the least expensive. the least يعني أقل واحد من ناحية الغلا، الغلا. expensive معناها غالي. the least expensive معناها الأرخص. the least expensive pencil is the pink one، يعني أرخص واحد في الأقلام هو البينك الزهري. نفس الشيء العكس، إذا بدي أحكي عن أغلى واحد، the most expensive pencil is the red one، أغلى واحد هو الأحمر. إذا في عندنا the least و the most، عكس the least تماما هو the most. هاي للصفة الطويلة، طبعا the least و the most نستخدمهم للصفة الطويلة، بس بالنسبة للصفة القصيرة بحكي، بدي أحكي مثلا مين الأرخص فيهم، بحكي the cheapest، بضيف لها est. The cheapest pencil يعني أرخص قلم is، the cheapest pencil is the pink one. وانتبهوا إنه ما في than هنا. ليش ما في than؟ لأنه إحنا ما بنقارن تنين، فقط إذا قارنا تنين نكتب than. اكتبوا ملاحظة، عندما نقارن بين عنصرين نستخدم than، وانتبهوا تحطوا than. هنا كنا نحكي taller than، هنا بنحكي the tallest الأطول. مثلا بحكي red هنا هو أطول واحد فيهم، فبحكي the tallest. the tallest فهي الصفة القصيرة بنضاف لها est بنحط لها. ففي حالة مقارنة بين اثنين بحط than وبحط more وما في ذا. بس إذا بقارن بين مجموعة يعني ثلاثة وأكثر بصير في عنا the most بعدين الصفة. هاي في حالة الصفة الطويلة. في حالة الصفة القصيرة بحط لها est ومنحط the قبلها وما في than إذا كانت بمجموعة. أوكي؟ فعندنا حطينا er than. هاي مقارنة بين اثنين. لسه more لما أقارن بين اثنين وبحط لهم than، فبحكي the brown pencil القلم البني is less expensive than the red one. وless معناها أقل، بحكي لك إنه البراون أرخص من الأحمر. ويمكن نحط بعد less هنا تيجي عندنا إما صفة أو اسم. صفة، هاي هنا في عندنا صفة I eat less food than him. less food sorry هي اسم. فا I eat في عندي فعل هون، هون كان في عندي helping verb فعل مساعد. is less
بينما هون صارت فعل عادي. I eat أنا بأكل less food food يعني طعام أقل منه، أنا بأكل طعام أقل منه. بالنسبة للمور يعني بتحكي عن إشي أكتر بالنسبة لشخص آخر، فكمان بزبط إنك تحط بعدها صفة أو اسم. The red pencil القلم الأحمر is more expensive is more expensive than the brown one. بينما إذا بيجي بعدها اسم نحكي I eat أنا بأكل هاي الفعل more food أنا بأكل أكل أكثر than him. وبإمكاننا نحكي I eat more than him كمان، هاي صح وهاي صح. فـ I eat more المهم إنه لازم نعرف إنه هون بيجي بعدها اسم، لأنه إحنا نفتقد الاسم دائما، الفعل بده اسم، ما بصير أحط صفة من غير اسم. الصفة حكينا الصفة بدها اسم، بس الصفة بس الاسم عادي بوقف من غير صفة. وآخر قاعدة اللي هي عنا إياها الفيور والمور. فمثلا فيور معناها أقل، وبرضو بين اثنين بتصير I have fewer friends أصدقاء أقل fewer friends، ويجي بعدها اسم زي ما احنا منتبهين fewer friends than my brother، وفي عنا than عندي أصدقاء أقل من أخوي. He has هو عنده more friends أصدقاء أكثر than I do أكثر من اللي عندي. فهي more friends اسم وبتيجي عندنا than I do. هلأ في عنا هاي الأسئلة اللي وردت في الكتاب موجودة، إن هذا السؤال بيحكي معطينا figure يعني رسمة، وهاي الرسمة فيها الإنجليزي بشكل نسبة سكنية، maths رياضيات موجودة في الخضرة، science بالكحلي، وميوزيك and arts موجودة في الأحمر. وهاي بتحكي لك نسب ما بعد المدرسة يعني after school classes بعد المدرسة شو وين الطلاب بيروحوا على أي تخصصات. فأول شغلة بيحكي لك، أول جملة بتحكي English is فراغ studied subject. هلأ مين أكتر واحد فيهم فعليا؟ هو الإنجليزي، فعشان هيك بنحكي هو the most. English is the most studied subject، إذا إنجليزي بنحط the most is the most. السؤال الثاني بيحكي فراغ studied subject are music and arts، ما لهم الميوزيك and arts هم أقل إشي، إذا شو لازم نحكي؟ لازم نحكي the least، بما أننا بنقارن بمجموعة بنحكي the most و the least. في عندنا السؤال الثالث بطلعوا على نسبة الماث وطلعوا على نسبة الساينس، بدي يقارن الماث والساينس مع بعض. فبيحكي there are هناك students studying science as math، فهو بدي يقارن الماث بالساينس. هلأ زي ما احنا منتبهين مين شايفين الأقل؟ الأقل هو الساينس، فعشان هيك إذا هم مش قد بعض، فما لازم نحكي إنه there are as students studying science as math، لا، فلازم نحكي إنه اللي بيدرسوا إنهم مش قد بعض. كيف بدنا نحكيها؟ بنحكي there are not as many students studying science as maths. السؤال الرابع math is، هلأ بدي يحكي عن الماث مقارنة بالساينس. math is popular than science، فهو بده يحكي إنه هو popular، هون الصفة اللي استخدمها popular معناها أكثر شعبية يعني أو الناس بتروح له أكتر، ما فهو فهل هو أكتر ولا أقل شعبية؟ أكتر. فماث is more popular than science but ولكن فراغ popular than English، ونفس الماث بقارن فيه مقارنة في الإنجليزية هو أقل شعبي، فبي شو لازم نحكي؟ but less popular than English. فمقارنة بين الماثس والساينس نحكي more popular، بس مقارنة في الإنجليزي نحكي less popular. منروح على خمسة بتحكينا students don't like doing music and arts، يعني الطلاب ما بيحبوا يروحوا على music and arts. فراغ they like doing maths، يعني طلعوا على music and arts عم بيقارن فيهم بالماثس. فشو لازم نحكي؟
لازم نحكي as much as. فنحكي the students they don't like doing music and arts as much as they like doing maths. معناها إنه هم ما بيحبوا الموسيقى والفن قد ما بيحبوا. هاي معناها as much as. قد ما قد على قدر ما على قدر ما بيحبوا يروحوا على الرياضيات. نروح على الستة. Neither maths nor science. Neither nor يعني لا هذا ولا هذا. Neither maths nor science are فراغ English. بقارن الماس والماث والساينس بالإنجليزي. طبعا والصفر بدنا نحطها هي popular. طبعا الإنجليزي هو الأكثر شعبية, فلازم نحكي إنه neither maths nor science are as popular as English, لأنه بقارنهم. معطينا هنا بالجرامر معطينا مجموعة بلدان, إنجلترا, برتغال, الأردن والتركية واليابان, ومعطينا فيها الإديوكيشن التعليم compulsory education in different countries, يعني التعليم الإجباري في بلدان مختلفة. Portuguese and Turkish, عم بقارن بين البرتغال وتركيا. Portuguese and Turkish children have the most compulsory students schooling. ليش؟ لأنه طلعوا على البرتغال وطلعوا على تركيا عندهم نفس النسبة وهي أعلى نسبة, فبنحكي the most يعني أعلى شيء. ثاني شغلة, Portuguese children have to go to school for فراغ than children in Japan. هلأ منقارن بين البرتغاليين واليابانيين, طلعوا على البرتغال 16-18 سنة, طلعوا على اليابانيين من 16-15. فمين اللي بيروح أكتر؟ اللي بيروح هو البرتغاليين. فPortuguese children have to go to school for longer than children in Japan. Okay, سؤال تالت بحكي in Jordan, في الأردن, children start school a year. يعني في الأردن مقارنة في الأردن, ونطلع على الإنجليش. English children اللي هم الإنجلند, يعني الناس اللي من إنجلترا. In Jordan, children start school a year later than English students. لأنه الإنجليش students شوفوا من وين بلشوا الإنجلترا, من 5-16 سنة. في الأردن بلشوا من سنة 6. ف later معناها بعد, later. هلأ رقم 4 بيقارن بين الجابانيز والجوردانيان. فخلينا نطلع على اليابان والأردن, عندهم نفس سنين دراسة ونفس الشيء. بيحكي Japanese and Jordanian children have the least compulsory schooling, لأنهم هم أقل نسبة عندهم سنة إجبارية أو دراسات سنة إجبارية. نيجي على 5, بقارن بين الجوردينيان والإنجليش برضو كمان مرة, بس المرة بيحكي عن قدرتهم على مغادرة المدرسة. وزي ما إحنا منتبهين إنه الجوردينيان بيقدروا يطلعوا قبل الانجليش, فشو بنحكي؟ بنحكي انهم بيطلعوا ابكر. Jordanian children can leave school one year earlier than English children. سؤال 5 عنا اياه معطينا جدول وفيه مجموعة دراسات وفيه مجموعة اللي هي number of applications in 2014, معناها يعني عدد الطلبات على هذا القسم او على هاي الدراسة. change since 2013, يعني نسبة التغير في تقديم طلبات الدراسة, في منهم زاد في منهم نقص, بس معظمهم زاد باستثناء المحاماة نقص عليها الطلب بنسبة 1%. فخلينا نشوف, معطينا الخيارات وخلينا نشوف واحد واحد فيهم. business studies, هلأ بدو يحكي عن business studies. أوكي, البيزنس ستاديز بده يحكي عنها بشكل عام من ناحية البابيولر, يعني من ناحية الشهرة الناس اللي بتروح عليها. فأكتر واحدة فيهم طبعا هن مرتبين تصاعديا, زي ما احنا منتبهين الكمبيوتر ساينسز هي أقل واحدة والبيزنس ستاديز هي أعلى واحدة. فإحنا شو بدنا نحكي إنها أكتر واحدة شعبية. كيف بنحكي؟ business studies is the most popular subject. فمنحكي إنها هي أكتر واحد, the most يعني لأنها بالمجموعة منقارن, فمنحكي the most. نيجي على السؤال الثاني, فراغ people applied for law in 2014 as in the previous year.
يعني بيحكي لنا بده يقارن الناس اللي تقدموا للمحاماة بالسنة اللي وراها. هلا بما أنها النسبة نزلت معناته الناس اللي تقدموا للمحاماة أقل، فشو بنحكي؟ Not as many. بدنا ننفي not as many people applied for law in 2014 as in the previous year. أوكي، نيجي على السؤال الثالث اللي هو بيحكي عن الفيزياء، وبده يحكي فيها ويقارنها بالبيولوجي، نطلع الفيزياء بده يقارنها بالبيولوجي. خلينا نطلع على الفيزياء ونطلع على البيولوجي، مين أكتر فيهم شعبية؟ طبعا البيولوجي، إذن هم مش نفس الشعبية. فخلينا نشوف شو الخيار ممكن نحطه، اللي هي physics is not، أيو is not يعني هي أداتنا في is not as popular as biology، يعني الفيزياء مش مشهورة مثل أو ما عليها الطلب زي الأحياء. أوكي، نيجي على نقطة أربعة، بدي يقارن اللو في الميديسين والدنتستري، في الطب وطب الأسنان. لو نطلع على الطب وطب الأسنان هايهم موجودين تحت اللو، فاللو هي أكتر منهم شهرة بس الطلب عليها أقل السنة هاي. فخلينا نشوف شو بده يحكي. لو إز فراغ ذان ميديسين أند دنتستري، يعني هو بيقارنها بالميديسين والدنتستري اللي هي بابيولر، صح؟ لو إز مور بابيولر ذان medicine and dentistry، ولأنه مقارن شغلتين مع بعض فبنحط than. خمسة، بدي يحكي عن growing subject in computer science، بدي يحكي عن computer science وبدي يحكي عنه إنه عم بتزيد النسبة فيه. فشو بيحكي؟ بيحكي إنها the fastest growing subject is computer science. ليش the fastest growing subject؟ لأنه طلعوا نسبتها زائد 13%. واو، بسنة واحدة صارت 13%، هي أكبر growing، هم نسميها growing يعني زيادة في النسبة، اللي هي growing subject. فthe fastest growing subject اللي هي computer science. نيجي على ستة، engineering بدي يقارنها بالvisual arts. فلما نطلع على الانجينيرينج وعلى الفيجوال ارت، زي ما احنا شايفين ان الفيجوال ارت هي كثير مشهورة اكثر من الانجينيرينج، فالانجينيرينج بدنا نحكي انها اقل شهرة من الفيجوال ارت. كيف بنحكيها؟ is less popular than visual arts. نيجي على سبعة، محطوط بحكي 11% من applied for engineering in 2014 than in 2013. يعني بحكي انه 11% من الطلبات على الهندسة مقارنة بقارن بين 2013 و2014، حكينا انه زاد عليها الطلب. يعني شو بدنا نحكي؟ كيف بدنا نحكي؟ 11% more people applied for engineering in 2014 than in 2013. نطلع على سؤال 8 اللي هي اخر واحد بتحكي لنا. the فراغ subject on the list is computer science، يعني بدنا نحكي عنها بالليست كاملة وعن الشهرة. كيف بنحكي؟ the least popular، لأنه هي صح فيها growing سريع حسب النسبة، بس من ناحية popular هي أقل واحدة، فبنحكي the least popular. طبعا هذا السؤال بأنه يجي بالطريقة هاي، املأ الفراغ اللي هو حسب الشق الأول اللي هو املأ الفراغ، يعني نسبة جايته بهالطريقة هاي هي احتمالية ضعيفة، لأنه إذا بده يجي بده يجيب لك معه جدول زي هيك أو فيجر ويحكي لك من خلالها بلش قارن لي هاي بهاي أو هاي بهاي، أو إنه ممكن يعطيك معلومة عن هذا الموضوع. فاحتمالية إنه يجي بالطريقة هاي هي ضعيفة جدا، لكن الطريقة اللي أكتر احتمالية إنه يجي فيها هذا السؤال، هذا النوع من الأسئلة، هو إعادة كتابة الجملة، ورح نتطرق في هذا لهذا النوع من الأسئلة في حصة جديدة عشان ما يطول الفيديو.